لو أن المعارك مستمرة في كل جبهات القتال وبنفس الكثافة، والجيش الوطني يحصل على المدد اللوجستي اللازم له لاستمرار المعركة، طبعا لن يتمكن الحوثي من إنجاز التعويضات. أيضا السواحل والرقابة البحرية على نشاط الحوثي، يعني مثلا كان هناك منطقة برية تأتي من المناطق الشرقية من سواحل عمان من سواحل البحر العربي وتمر عبر المهرة والشبوة البيضاء وأحيانا مأرب عبر الصحراء من جهة الشرق تصل إلى الجوف وتذهب إلى إلى صنعاء. هذا الطريق تم تأمينها بعد تحرير شبوة بالكامل وفرض سيطرة من قبل التحالف والجيش الوطني في المهرة وغيرها من المناطق، حد من هذا أو أغلق هذا المنفذ بنسبة عالية يعني. يبقى معنا بقية سواحل البحر الأحمر التي يسرح ويمرح فيها الحوثي حتى هذه اللحظة رغم وجود الأساطيل العربية والأجنبية. فالحوثي يستخدم ميناء الحديدة وميناء الصطليف وميناء اللحية، طبعا ميناء الميدي هي تحت السيطرة الدولة الشرعية. فالتعاون مطلوب بين كل من يقف على الضد من الحوثي للحد من نشاط إيران لتزويده بالأسلحة والعتاد اللازم. يكون هناك تكامل بين القوى كما نقول المعادية لإيران لتحقيق الأهداف، ليس على المستوى الوطني بالنسبة لليمن، الأهداف الأمنية اليمنية الإقليمية العربية الدولية. هذه عملية مطلوبة يعني. شكرا. إنجاز مثل هذه المهام. نعم، شكرا لك من مأرب اللواء محسن خصروف المحلل العسكري.